المناصرة والمدافعة مع دائرة ماء كركوك استطعنا الوصول إلى حل هذه المشاكل. في موضوع آخر، تمكنت الاستخبارات البريطانية من معرفة هوية الإرهابي الذي قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي. وذكرت صحيفة صن البريطانية أن الحديث يدور عن شاب بريطاني أسلم حديثا وسافر ضمن مجموعة من الإرهابيين من حي تاور هاميلز بلندن إلى سوريا، ويطلق عليه اسم جون بيتل، وهو يتحدث باللهجة الخاصة ببعض سكان العاصمة البريطانية. وأشارت محطة بي بي سي إلى أن المجموعة الإرهابية التي يقودها بيتل والتي تتبع تنظيم داعش الإرهابي تختطف رهائن غربيين يصل عددهم إلى 20 شخصا بينهم نساء، مشيرة إلى أن المجموعة الإرهابية تتحرك باستمرار في أراضي سوريا وربما العراق كي لا تتمكن قوات خاصة غربية من تحرير الرهائن. وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد دان في وقت سابق إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي، مشيرا إلى أن منفذ عملية الإعدام قد يكون مواطنا بريطانيا. ختام النشرة الإخبارية، تذكير